انت بده يوصل بابا؟ شو بيعرفني؟ بدي اوصل لماما طلع محله على المطار. من قبل ما يعمل جدو بريق الشاي. لا فالحة، قد ايه صاروا جدو عامل بريق الشاي برأيك؟ شي ساعة. يعني بيقوموا وصلوا؟ مين؟ ماما وخاله مين يعني؟ لك شو بكون جدو؟ شو بكون عم تتوشوشو؟ مثل اللي عامل له شي عامله؟ عم بقول ان ماما وخاله طولوا بالمطار. ايه مو لحتى تصل طيارة ابوك بالسلام ان شاء الله؟ يعني لسه الطيارة ما وصلت جدو؟ شو بيعرفني يا جدو؟ الله أعلم. شو رأيك نسأل المطار بالتليفون جدو؟ ما عادت محرزة يا جدو، سألناهم كذا مرة وعرفنا الميعاد. ها عضت كوساي وما بيشوفن إلا وصلوا بالسلامة. شو قالك جدو؟ شو بيجيب لي البابا معه هالمرة؟ طبعا راح يجيب لك اللي بيلاقيه مناسب إلك. وأنا؟ وأنت كمان مثله جدو. بس انا وصيته على بدل الجينز. وانا كمان وصيته على جينز. جينز؟ شو جدو؟ انت ما بتحب الجينز؟ الدغري يا جدو، هذا شيء جديد علينا، من اول ما كان معروف ابدا. في كثير شغلات ما كانت معروفه من اول جدو. صحيح. اجا بابا، اجا بابا. مين عجبه هذا؟ يلا شبكم؟ ما حدا عجبه؟ وبعدين شو صار؟ وبعدين خلصنا اجتماعات وعطونا يومين بمثابة استراحة. عال، إن شاء الله كانت النتائج مرضية؟ يعني من ناحيتنا الحمد لله. وهذا مين قال أنا؟ على أونا؟ على دويت؟ على تري؟ شبكم ماما ساكتين؟ ما تنقوا كل واحد منكم قطعة؟ أنا اللي عجبك ريم. يلي بيعجبك أنت ماما بيعجبني أنا. دخيل عينك ماما. وأنت فارس، أنا عجبك؟ دغري عجبوني الاثنين. يا سلام عليك شو فارس. أصلاً بابا جايب الكل ولادي وما في شي بنات. لا حبيبي ما حذرت، هدول واحد إلك وواحد لأختك. ولادي بناتي أنا هيك جايبهم. لك أنا ما بدي شي، عطوهم كل ولادي. شو هاد لك فارس؟ صحيح طماع الولد؟ ايه لا طماع ولا شيء، انت الثاني هلا بيرضى وبيرجع لحاله. ايه سيدي هلا اجى دوري انا، وانا شو جبتولي بقى؟ ايه والله هي احلى مسبحه. يا سلام يا سلام، يسلموا الايدين وايديك يا رب. شيء حلو. دخلك شغل وين هي؟ ما بعرف، يا اليابان يا تايوان. ايه اسال الله لما كنا نعمل مسبحه من بذر الزيتون. كيف جدو؟ ما بدك كيف؟ كنا نجمع بذر الزيتون بعد ما ناكل نحطهم وين؟ بجيبي. بعدين نمشي مجنب حيط، يا من شمينتو مثل بناية كسم أباني، يا من حجر أسود مثل السرايا اللي بالمرجة. يعني إذا مشيتوا جنب الحيطان خلص صار بذر الزيتون مسبحة؟ كنا نمسك يا جدو بذرة الزيتون بين أصابعنا، يعني بين السبابة والإبهام، ونحكها رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحتى تتآكل من الجنبين. وبعدين نجيب دبوس ونمرقه بقلب البذرة مشان ندخل الخيط فيها، وهيك وحدة وحدة لحتى تصير مسبحة. هلا كيف هالقد عاجبك الأمي؟ شو مو بابا جابه؟ شفتي شو جاب لحاله ولا شو جاب لماما؟ لا ما شفت وما بدي شوف كمان. طيب امتى بدنا نشوف ضيوف؟ انا ضيوف. جايين نسلموا على بابا بالسهرة. طيب وليش الماما حبستنا من هلا هون؟ شوف فارس بتعرف ادرسها. يا هل ترى شو بدهم يضيفون الضيوف؟ جاتو ولا بوزة؟ ما بعرف. كيف الدراسة يا شاطرين؟ هي إلى كريم وهي إلى فارس. وشو جبتوا الضيوف؟ كمان جاتو ماما. مثل هاد ولا غير شكل؟ كيف يعني غير شكل؟ كل الجاتو مثل بعضه طبعا، إله أشكال موديلات.
وهلا بتاكلوا الجاتو وبترجعوا على الدراسه على طول، ماشي ماما؟ ماشي. شو رايك؟ بشو؟ نعمل كشف على الجاتو اللي جابوه للضيوف. انا بقول حطنا الاطياف. شو قصدك؟ شو عم تعمل فارس؟ عم رايح بالطريق. ليش؟ شو بدك تعمل؟ يعني يلي بيشوف صحنين هالجاتو شو بده يقول؟ بيقول انه في ناس فجعانين بهالبيت بحياتهم وشايفين الجاتو قام هجموا عليه. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، معقول لك فارس؟ معقول تاكل كل هالجاتو انت وريم؟ انا ما اكلت شي. لا اكلتي انت اللي كنت تروح على البراد ترجع حامل قطعه. دوي هاي ودوي هاي. هلا المهم انتو ما خطر على بالكم انه جاي لعنا نحن ضيوف ولازم نقوم بالواجب معهم؟ انت الحق عليك، ليش ما حطيتي لهم صحن الجاتو تبع هون ياكلوا كله مره واحده؟ ايه معقوله يعني؟ ايه هو جاتو ولا مجدره؟ مشان هيك طيب، بعدين كل ما اشرب مي حس كاني ما اكلت شيء، وانا كمان. بابا حبيباتي، يلي ما بيشبعوا القليل بعمره ما راح يشبعوا الكثير. وفي ناس بدهم ندواء، رطلوا سبع واق. سمعانين؟ هذا اسمه عيب. شو هذا العيب؟ جاتو طيب وجع على بالي اكل. فارس تعال لك ماما. ماما ابوك جاب طقمين، واحد لك وواحد لاختك ريم، صرت بدك الاثنين سوا. جبنا جاتو شوية الكون وشوية لضيوف، انزلت بالصحنين يا كبه يا دعسه. هذا اللي اسمه عيب وعين جوعانه. هلا المهم يا رجال شو بدنا نعمل؟ الضيوف قربوا يجوا. مساء الخير يا جماعة. أهلين، مساء الخير بابا. شبكم وكأن على رؤوسكم الطير. شرف سيدي، جايبين جاتو للضيوف، قام هالمنظوم هو وأخته عملوا عليهم غزو والنتائج مثل ما لك شايف. بهالحالة هي جيت بوقتي تمام، لأني جايب لكم معي قطايف عصافيري مكلس بالقشطة. فارس وين رايح؟ طبعاً اللي صار بقصة الجاتو والضيوف واللي ظهر منك يا فارس كان بمنتهى الخطأ. وبظن هلأ كمان يا فارس إنك عرفان بخطأك، هيك ولا لا؟ ومع هاد أنا لازم أحكي لكم حكاية تاخذوا منها شوية عبر، ويمكن تمس من قريب أو بعيد هالقصة هي. مستعدين؟ مستعدين جدا.